لو الحكاية فيها إن فيتو إن زودنا نسبة المدارس المهنية، زودنا نسبة المهنيين اللي بنتحب، وقرار ده قرار كمان سابق يعني مش قرار لسه طالع بعد ما خلال الوزارة، من مهم حكناي وزير عملنا طبعا هيبقى فيه رقابة على الامتحانات، هيبقى فيه محاسبة، هيبقى فيه لجان مركزية للتنسيق عشان نشوف الامتحانات سواء في اللغة أو في الامتحانات.